نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا أجبر الإمام على جمع الصلاة؟ على إيش؟ على جمع الصلاة. من يجبره؟ يجبرها الجماعة، جماعة الصلاة. لا يمكن أن يجبر الإمام على الجمع. الإمام على اسم الإمام، والإمام سلطان في مسجده، فإذا قال له الناس اجمع، نظر إن كان الناس في حال يسوغ لهم فيها الجمع وجب عليه أن يجمع، لأنه ولي، والولي يجب عليه أن يفعل ما هو أرفق بمن تحت يده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فإذا طلب منه جماعة أن يجمع والجمع سائر وجب عليه أن يجيب، لكن هو بنفسه يجوز أن يجمع ويجوز أن لا يجمع مع وجود المسوى. وإذا طلب منه جماعة أن يجمع وليس الحال بمسوغ للجمع فإنه لا يجوز له أن يقبل منه، ويقول: أنا لا أجمع لأني لا أرى الجمع. فإن أصروا وقالوا: إما أن تصلي بنا جمعا وإلا صلينا نحن، يقول: صلوا نحن أنتم، أما أنا لا أجمع. وإن خاف من فتنة في مثل هذه الحال فليصلي بهم وينويها نفلا إذا خاف من فتنة. والمسألة ممكن يعني ولو على وجه بعيد أن يكون هناك مسوغ للجمع، أما إذا لم يكن هناك مسوغ فإنه لا يجوز أن يجمع، والفتنة بمن افتتن هو، ويقول لهم: يا جماعة هذا لحرام أن أجمع بدون مسوغ، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا الوقت، جعل كل صلاة لها وقت معين.